برنامج للفنان السوري الراحل نضال سيجري يثير ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي بدعمه لمثليين وتعرفوا على أبرز محطات في حياة الراحل. صدم نجل الفنان الراحل نضال سيجري الجمهور بإعلان موقفه من المثليين الذي أعلنه صراحة عبر منشوره على إنستغرام، حيث عايد ويليام النجل الأكبر للفنان الراحل نضال سيجري مثلي الجنس بمناسبة حلول شهر حزيران، ويعتبر شهر حزيران هو شهر المثليين وشهر الفخر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم تكريم هذه الفئة ودعمها فيه. وكتب ويليام نضال سيجري عبر منشوره مبارك عليكم الشهر، وأرفقها بموسيقى لقناة الان بي سي الخاصة بشهر رمضان المبارك. متابعو صفحة ويليام أعادوا نشر صورة تظهر دعمه لتلك الفئة وسط تساؤلات كثيرة حول سبب مباركته لهم وما إن كان منهم. ويبلغ نضال سيجري من العمر حوالي 16 عاما ويقيم في جونيا في صربا بعيدا عن شقيقه الأصغر والده. وشارك ويليام سابقا كممثل لعمل فني مع اليونيسيف، ومثل في فيلم القصير خيمة 56 من إخراج سيف الشيخ نجيب. وانتشر قبل فترة مقطع فيديو لأبناء الراحل نضال سيجري وهم يحتفلون بمناسبة عيد ميلاد والدهم رغم وفاته، وأكدوا أنهم مواظبون على هذه العادة في كل سنة ويحضرون لها قلب الحلوى والشموع ويحتفلون وكأنهم يولدون بينهم. ولد نضال سيجري في مدينة اللاذقية في تاريخ 28/1965، وأتم فيها دراسته الثانوية، لكن أصول سيجري تعود إلى قرية تسمى سيجر في ريف إليك الغربي. انتقل سيجري بعد دراسته الثانوية العامة إلى دمشق ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث عاش الراحل في حي بابتومة وبقي فيها حتى العام 2005. وتخرج سيجري من المعهد في العام 1991، ومن زملاء دفعته الفنانين أمل عرف وأندريس كاف جهاد عبدو وسلاف عويشق. الراحل نضال سيجري كان مخلصا للمسرح برغم ضعف إمكاناته وضعف أجور الفنانين فيه، فشارك الراحل في عشرات المسرحيات منها مسرحية حمام بغدادي، ميديا وجيسون والسفر بارلك وشوها الحكي، ومسرحية شوية وقت وأواكس والغول. قدم الراحل نضال سيجري عشرات الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، لكن دوره الأكثر حضورا في ذاكرة المشاهد السوري والعربي شخصية أسعد خرشوف في المسلسل الكوميدي ضاعة ضيعة، حيث شكل ثنائية ناجحة للغاية مع الفنان السوري باسم يخور الذي جسد شخصية جود أبو خميس، ولقبه النقاد بسبب أدائه المميز في مسلسل ضيعة ضيعة بتشارلي شابلن العرب. تزوج نضال سيجري من الكاتبة السورية سندس برهوم وأنجب منها ولدين هما ويليام، حيث أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بالأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، أما ابنه الثاني فهو آدم. عانى الفنان الراحل نضال سيجري من مرض سرطان الحنجرة في السنوات الأخيرة من حياته، ووصل الأمر إلى حد استئصال حنجرته فغاب الصوت، لكن الإبداع لم يتوقف، حيث أخرج نضال سيجري في العام 2011 فيلم التلفزيون الأول طعم الليمون، وتعاون فنيا مع الليث حجو في مسلسل الخربة، وقدر في هذا العمل أول أدواره الصامتة، كما شارك بدورين صامتين في موسم 2012 بمسلسلي الأميمي وبنات العيلة، وتعاون مجددا مع حجو في أرواح عارية. وآخر عمل حمل توقيع نضال سيجري في العام 2013 سنعود بعد قليل بتعاون فني مع شريك الإبداع ورفيق الدرب المخرج الليث حجو.
ونظرا لحب سيجري الشديد للمسرح أوصى بأن يخرج جثمانه من المسرح، وبالفعل نفذت هذه الوصية وشيع جثمانه من منزل شقيقه متجها إلى المسرح القومي ومن ثم إلى مثواه الأخير. الكاتبة سندس برهوم أرملة الراحل ندى السيجري تزوجت بعد وفاته بمدة ولديها ابن ثالث من زوجها الحالي. عين الراحل ندى السيجري مديرا للمسرح القومي في دمشق وخط بيده كتاب استقالته في اليوم الأول من عمله، ثم أودعها في درج مكتبه وقال حينها إنني سأقدمها للمعنيين عند أول صدام. وكان ذلك الصدام، ولم يتردد ندى السيجري في تقديم استقالته، وبها كان المدير الوحيد الذي لم يكمل فترة العام في هذا المكان. حاول سيجري خلال فترة الحراك الشعبي السوري القائم في سوريا اعتماد مواقف معتدلة وتوافقية، وقال سيجري في لقاء مع شبكة CNN العربية أن الفنانون السوريون كانوا أول من اهتزت صورتهم في أذهان الناس بفعل تصريحاتهم المتضاربة، سواء احتسبت مواقفهم على السلطة أو المعارضة. وتظل مقولته الأبرز في حياته ما قال فيها: وطني مجروح وأنا أنزف، خانتني حنجرتي فاقتلعتها، أرجوكم لا تخونوا وطنكم.